Bonjour et soyez les bienvenus. اليوم مراجعة تلاميذ السنة الثانية متوسط. بون المشروع الأول طبعا عندنا لو كونت ولا ليستواغ القصة ولا النص السردي. بون شوفوا المكونات تاع النص السردي ولا القصة. بون لا بروميير بارتي نسميوها كما النصوص الاخرى دائما النص يتكون من مقدمه وموضوع وخاتمه. عندنا لا سيتوياسيون انيسيال. لا سيتوياسيون انيسيال يعني المقدمه. هذه المقدمه دائما تبدا بون فورمول دوفيرتور اللي هما عندنا مجموعة من لي فورميل دوفيرتور. عندنا مثلا il était une fois. هادو لازم يتحفظوا باسكو بهم رايحين نخدموا في اخر المشروع رايحين تتعلموا تكتبوا القصة. alors il était une fois. عندنا il y a bien longtemps. عندنا جادي. عندنا autrefois. كاين ثاني dans un pays lointain. etc. هادو اللي يدلوا على المقدمه لا فورمول دوفيرتور. عندنا من بعد لا سويت. لا سويت ولا لو ديفلوبمون في الموضوع كيف كيف. عندنا لي كونيكتور هادوك. عندنا مثلا ان جور اون نوي. عندنا سودان. ايضا توتاكو اللي هي عندها نفس المعنى. سودان تساوي توتاكو يعني فجأة. هذو اللي يدلوا على صلب الموضوع ولا تكملة القصة. عندنا لا سيتوياسيون فينال النهاية الخاتمة. La situation finale, kif kif, عندها الكلمات تاعها لي فورمول دو كلوتور. سميهم فورمول دو كلوتور. عندنا كلمة depuis وما يأتي بعدها يعني depuis ce jour, depuis ce temps, etc. depuis lors. زايد نحطها لكم بين قوسين زايد لور ولا زايد سو جور ولا زايد سو طون. منذ ذلك الزمن منذ ذلك الحين منذ ذلك الوقت إلى آخره. عندنا alors. عندنا finalement enfin etc. finalement. عندنا à compter de ce jour ابتداء من ذلك اليوم. à compter de ce jour ولا à dater de ce jour etc. هادو سميهم لي فورمول دو كلوتور. هادو لنهاية لإنهاء القصة يعني النهاية الخاتمة. نستعمل وحدة من هادو فورمول دو كلوتور وهادو منا لي فورمول دوفيرتور تاع البداية. فورمول دوفيرتور. بون هذا ملخص القصة ومكونات القصة. بالنسبة للتعبير الكتابي راحين تتقيدوا بهذو المراحل. لازم القصة تاعك تتكون
من مقدمة وفيها هذه لا فورمول دوفيرتور وحده من هادو وعندنا لا سويت لازمنا نبداو بوحده من هادو وعندنا لا سيتوياسيون فينال كيف كيف لازمنا نبداو بوحده من هادو نروحو دركا للدرس الثاني اللي هو لا باج 15 واش عندنا في لا باج 15 بون صاي شرحنا قلنا باللي كلمة تاع المقدمة il était une fois autrefois dans un temps passé dans un temps lointain il était une fois etc. نروحو لا باج 16 اللي هو لي مو دو لا ميم فامي باج 16 لي مو دو لا ميم فامي ما معنى لي مو دو لا ميم فامي لي مو دو لا ميم فامي Ce sont des mots qui ont le même radical. هي مجموعة كلمات عندها نفس الجذر. من ناحية لا غرامير تختلف في الكتابة ولكن في المعنى تنتمي إلى نفس الموضوع. بون مثلا عندنا ماج ناخذ مثال عندنا ماج ام ا G E. نجيب كلمات أخرى من نفس العائلة. هنجيب ماجي. هنا زت الإي والإو. أن سوفيكس. مثلا ماجيك. زت الكو. مثلا ماجيسيان ماجيسيان في المؤنث راح تولي ماجيسيان الى اخره هذه مجموعه كلمات تنتمي الى نفس العائله لماذا لانها عندها نفس الجذر اللي هو ماج عندنا في جميع الكلمات هذو الحروف ماج اللي هو لو راديكال لو راديكال شكلنا كلمات اخرى باضافه لي سوفيكس اللي هما اي او كو يان ين اكسيتيرا نروحو لي كومبليمون سيركونستانسيال Les compléments circonstanciels. Dars safha 17. Les compléments circonstanciels. Wach nhoma hadou les compléments circonstanciels li drastouhom f sana thaniya mutawassit andkom 3. Circonstanciel. Nchoufouhom andna 3. لي هما سي سي دو طون سي سي دو ليو و سي سي دو مانيير سي سي دو طون يجاوب على لا كيستيون كون يعني متى سي سي دو ليو عفوا هنا غلط سي سي دو ليو يجاوب على السؤال او يعني اين سي سي دو مانيير يجاوب على السؤال كومون يعني كيف نعطيكم مثال للتوضيح اكثر اذا قلت لو بوشيرون مثال لو Bûcheron vivait pauvrement au bord de la mer. Depuis de longues
années. Alors, هنا نشوفو مكونات الجملة واش تحتوي الجملة عندنا لو بوشيرون هذا سي لو غروب نومينال سوجي فيفي هذا سي لو فيرب مورا لو فيرب عندنا pauvrement pauvrement هذا ينتهي بالمون وماخوذ في الاصل من كلمة pauvre alors pauvrement هذا سي سي de manière لو كان نطرح السؤال نقول Comment vivait le bûcheron? Le bûcheron vivait pauvrement. Au bord de la mer. On a un autre CC. Au bord de la mer, c'est un lieu. À la châtée, le bahar. Alors, on a madame et d'où l'aile le mécan. On a un harf le jarli ou la préposition au. Bête à ja, d'arf mécan. Donc, on a CC de lieu. Depuis de longues années, منذ عدة سنين. هنا عدة سنين هادو c'est une durée. يعني زمن c'est un temps. هنايا نقولو c'est de temps. نكملو في فيديو ثاني.